عودة لكم جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي في الجزء الثاني من هذه الحلقة، الكاتب السياسي والأكاديمي الدكتور مبارك المغيلي. حياك الله دكتور. حياك الله. وأيضا أرحب بعضو مجلس الأمة المبطل الثاني مبارك النيادي، حياك الله بصلاة. والحمد لله على السلامة، أنت مريض ويت لي هذه الحلقة، والحمد لله أن شفناك في هذه الحلقة. ولكن أبدأ في يعني كونك أنت كنت نائب في المجلس المبطل الثاني، وأنت أيضا تابع لتيار سياسي وتيارك مشارك في هذه الانتخابات وهذا المجلس. بداية يعني كيف تقيم اليوم قراءتك المشهد السياسي الكويتي؟ ترى البعض يرى أن في استقرار وهدوء، البعض الآخر يقول لك لا، هذا الهدوء اللي يسبق العاصفة. وجهة طبعاً نظرك؟ طبعا أول شيء أنا أشكرك بحسين على هذه الدعوة، وأشكرك مضاعفا أنك استضفتني مع شخص أنا أجله وأحترمه اللي هو الدكتور الفاضل الدكتور مبارك البيض. أنا ما يتفق وياك وايد يعني، مو ما في مشكلة، بس أنا على مستوى الشخصي أحترمه وأحترم وجهة نظره سلامك. يعني تابعت بعض لقاءاته وانا يعني اعتز فيه. عموما اولا لما احنا بنقول نقيم، لان انا يعني بطبيعه الحال متابع كثير من التحليلات السياسيه والبرامج السياسيه. الخلل في يعني التقييم هو في ادوات التقييم، يعني يجب ان نضع معايير نقيم من خلالها اذا كان هذا الوضع جيد او غير جيد. طبعا احنا عندنا أماكن نقيس بناء عليها الاستقرار، عندنا مجلس الأمة، عندنا الحكومة، وعندنا الشارع السياسي، إعلام وصحافة وما إلى ذلك. إذا كنت تسألني عن الوضع السياسي ككل بشكل عام أو عن مجلس الأمة تحديدا، لا هي على مجلس الأمة، لكن اليوم احنا بشكل خاصة مجلس الأمة ينحصر فيه فقط مجلس الأمة. نعم، أنا أكلمك ككل ما معارضة مجلس إذا الأمة كنا نتكلم كيارات عن سياسية. نعم، يعني المحرك للمشهد العام هي ثلاث أماكن تقريبا رئيسية، اللي هو مجلس الأمة والحكومة والشارع السياسي، إعلام وصحافة وناشطين وما إلى ذلك. طبعا هناك جهات أخرى، ولكن هذه يعني بالإمكان من خلالها نستقرأ الوضع العام. بالنسبة حق المحصلة من هذه الثلاث، هناك بشكل عام بلا شك استقرار سياسي بدأ مع تحصين، أو خلينا نقول بدأ من الصوت الواحد، وبدأ الخط البياني يتصاعد شيئا فشيئا باتجاه الاستقرار. نعم، إلى أن وصلنا إلى مجلس الصوت الواحد الثاني إنجاز التعبير، وأيضا حصنتها المحكمة الدستورية. كل هذا انعكس من الانفراج إنجاز التعبير والهدوء في الجانب السياسي، ولكن يعيب هذا الهدوء أمرين. الأمر الأول المشهد الإقليمي، يعني احنا استقرارنا جزء من عدم استقرارنا السياسي، أو خلينا نقول ما يخشى عليه بأن يؤثر على استقرارنا السياسي، أولا المشهد الإقليمي يعني مختلف الملفات اللي حوالينا. الأمر الثاني وما ينعكس عليه أحيانا من طرح طائفي وما إلى ذلك. والأمر الثاني هو يعني عدم استفادة بعض الجهات وبالذات يعني السلطة التنفيذية من هذا الاستقرار في تحقيق إنجازات كبيرة وملموسة، بحيث تخلي الناس تؤمن في الاستقرار أكثر وأكثر، ولا تبحث عن بديل من خلال أساليب قد تجرنا مرة ثانية إلى اللا استقرار، وتعزي ذلك إلى أن هناك ملفات مهمة لم يتم إنجازها. تعزيت إلى الحكومة وعدم إنجازها، ما تعزه أيضا إلى مجلس الأمة وفي عدم قدرته على إلزام الحكومة بالإنجاز؟ شوف، هناك خط بياني للأحداث، يعني إذا رجعنا السياسة هي مثل القطار اللي فيه محطات كثيرة. نعم، ما نقدر إحنا ناخذ هذا المقطع الزمني بدون أن نرجع شوية لورا. احنا كنا في محطة ما قبل ما يقارب الخمس سنوات وانت جاي، اربع سنوات خمس سنوات وانت جاي، كان هناك لا استقرار بشكل كبير، وكان هناك احتدام سياسي قوي، ووصلنا الى مصطلحات ان سندخل في الفوضى السياسية وانهيار النظام وما الى ذلك. لكن بعد ما صار موضوع المجلسين هذيل الاخيرين، المجلس الحالي واللي قبله، اصبح الشارع بشكل عام لا يرغب في المصادمات. الشارع السياسي يتكلم عموم أهل الكويت يعني أو أغلبيتهم لا يرغب في التصادمات، وبالتالي هذا انعكس على أيضا على المشرع وكذلك على الحكومة إلى حد ما. من ناحية على المشرع يعني بدأ شوية ما يقلد المجال السابقة في كثرة المصادمات وكثرة التفعيل، خلينا نقول الجانب الرقابي إلى حد يعني العرقلة. ومن ناحية ثانية مع الأسف يعني أن الحكومة كان يفترض أن تستفيد من هذا الاستقرار أن تنجز شيء ما، ولكن إلى هذه اللحظة لم نرى شيء ملموسا. أختم في جزئية صغيرة، أن حتى موضوع لما نتكلم أن لا استقرار أو كذا، هم الأمور نسبية،
يعني حتى المجلس تسبب في استقالة بعض الوزراء، فهذا يحسب للجانب الرقابي، يحسب إلى حد ما في المجلس. زين، فالأمور نسبية ليست بالمطلق، يعني نقدر نعمم كذي أبيض وأسود يعني. أوكي دكتور، يعني هل ترى في أيضا في نفس الجانب أن عندنا استقرار سياسي بعد تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد في مجلسين، كان في نوع من الاستقرار السياسي، الحكومة هي السبب، وأيضا جزئيا المجلس استطاع أن يزيح بعض الوزراء، فبالتالي وانفعل لدور الرقابي؟ لا، هو بعد حكم المحكمة الدستورية في الصوت الواحد من ناحية شكلية دستورية احنا خلص، لكن في هناك معارضة تقليدية. إذا بنوزع المشهد السياسي انجز على معارضة تقليدية بأطيافها، من معارضة التجار، من معارضة سلف أخوان، وكل أطياف وحشد وغيرها من التيارات السياسية، هذه التيارات أو هذه المعارضة التقليدية كانت لا زالت ترغب في الضغط من خلال الشارع حتى بعد حكم المحكمة الدستورية بدستورية الصوت الواحد. نعم. ولم تقتنع ولم تراجع حساباتها بعد حكم المحكمة الدستورية. أخطأت؟ نعم أخطأت، والدليل أن الانتخابات القادمة كل هذه المعارضة ستشارك إلا يمكن شيء بسيط منها، لكن التوجه اللي أنا شفته واللي حسيته واللي بعد شايف في توجه المشاركة، ما في شك. يعني أنا أقول لك الأخوان راح يشاركون، السلف راح يشاركون، حشد نصها راح تشارك. من النص اللي راح يشارك؟ النواب. هو نعم في 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 جزء من الحشد راح يشارك في الانتخابات القادمة، والآن تواصلوا مع قواعدهم الانتخابية وأعلنوا بس بصوت منخفض يعني أنهم مشاركين في الانتخابات القادمة. طبعا الإخوان المشاركين السلف كانوا منقسمين من قبل، الآن تقريبا توجه السلف كله راح يشارك في الانتخابات القادمة، لذلك الآن هم الأوراق الضغط الشارع أو الضغط الشعبي فقدت من أيديهم، لم يعد لديهم أي ورقة إلا العودة للجادة الدستورية والجادة المؤسسية مثل ما نسميها، والرجوع للانتخابات والمشاركة فيها حتى يمارسون دورهم الانتخابي. لذلك هذا من جانب القوة التقليدية في القوة التقليدية اللي أنت تتكلم عن المعارضة، انتهت ولا موجودة؟ لا، القوة موجودة لكنها فقدت قوتها في الشارع. الآن تريد الرجوع لهذه القوة، استخدمت قوة الشارع فلما فقدتها الآن هي تريد الرجوع لقوتها عن طريق مجلس الأمة والمشاركة في 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 مجلس الأمة. لذلك الآن حست في ضعفها في الشارع، حست أن الحشود اللي كانت تحشدها لم تعد مثل السابق، الآن تريد العودة لدورها الدستوري وممارسة دورها عن طريق الدستور. هذا جزء من المشهد السياسي، لكن هناك جزء جدا مهم من هذا المشهد وهو الأسرة. الأسرة شئنا أم أبينا هي جزء من المشهد السياسي. الأسرة الآن أعتقد أن الأمور لا تبشر بالخير الأمانة، كل الأحداث اللي قاعدة تصير ما هي من صالح البلد، هناك صراعات داخل الأسرة لم تحسم بعد، هناك ملفات لا زالت مفتوحة أمامها لم تغلقها، هناك صراع داخلي، هناك متكسبين على هذا الجزء من المشهد السياسي أو من الأسرة. لذلك إذا أخذناها من جانب المعارضة التقليدية ومعارضة التكتلات والأحزاب أو ما تشوف أن جزء من المعارضة وأيضا جزء من يمكن من المشهد الحالي النواب الحاليين كان هو جزء من هذا الصراع، هو خلينا نقول الوقود لهذا الصراع، هو ما في شك انه جزء منها، لكن احنا ما نقدر نعمم هذا الكلام، ما نعمم لكن جزء فعال. ما في شك، ما في شك يعني لولا مشاركتهم قد لا يكون هذا الصراع موجود. عندما تتقاطع الخطوط والمصالح بلا شك الكل سيدعم توجه اللي هو، اذا انا اتفقت وياك على مصلحه معينه، انت من 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 جزء من هذه المعارضه وانا من جزء، لا شك اني راح. لذلك انا اعتقد ان الان المعارضه التقليديه سترجع الى الجاده الدستوريه وستشارك في الانتخابات القادمه، ولكن الاهم من ذلك هو الأسرة التي هي تشكل الثقل السياسي للنظام السياسي في الدولة. نعم. لا يجب أن تظل هذه الملفات مفتوحة، يجب أن تحسم هذه الملفات. أما إذا المعارضة أو من كان مقاطع شارك في الانتخابات ولا زالت الملفات في الجانب السياسي داخل الأسرة لم تغلق، أعتقد أن لازلنا في 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 العاصفة أو لازلنا لم نحسم أمرنا. لذلك يجب أن تكون هناك مشاركة في الانتخابات القادمة بعد أن فشلت جميع المحاولات عن طريق الشارع والضغط الشعبي. نعم. ويجب أن تغلق الملفات في الأسرة لتكون هذا المركب يمشي بطريقة سليمة. راح أكمل لك في موضوع وأسأل في الآن صالح. المجلس الحالي، يعني أنت كنت عضو في المجلس المبطل الثاني. نعم.
وكنت يعني نائب وفعال في 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 المجلس الجانب. البعض يرى ان كان ذاك المجلس هو كان مجلس قوي من ناحيه الانجاز وكان افضل واكثر استقرارا. المجلس الحالي البعض يرى يعني هناك حاله من السخط. انت تقييمك المجلسين خاصه ان انت مراقب في احد المجالس، يعني مشكلتنا في التقييم في الكويت يعني من خلال سواء يعني متابعتنا للبرامج السياسيه التي تعنى في التحليل او حتى في المقالات ويعني من يعبر رايه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي اللي اليوم بدت يعني صارت مقياس الى حد ما حق الراي العام بنسبه ما. مشكلتنا احنا يعني لما نقيس ان هذا المجلس جيد او غير جيد، يعني انا يعني بجراه اقول ان 60% من هذه التقييمات بناء على العقل الجمعي واللي شو يقولون الناس والمانشيتات وما ادري شنو. زين، ما احس ان في معايير يعني علميه او دقيقه شلون تحكم. يعني على سبيل المثال احنا الحين عده مجالس سابقه، المجلس الحالي واللي قبله اللي احنا كنا فيه واللي قبله واللي قبله. زين، الان هذا المجلس كمل تقريبا نص مدته، اكثر من 30 قانون مهم انجزاه، يمكن 33 بالاضافه الى خطه التنميه. ففي الجانب التشريعي اكو ماكينه قاعده تشتغل، خلينا نكون منصفين، خلينا نقول انه هو انجز. نعم عندنا ملاحظات على بعض القوانين او عندنا ملاحظات على بعض الاداء او حتى في الجانب الرقابي هناك ملاحظات هذه يجب ان نحللها، لكن مشكلتنا ان يعني اما ان نكون مع المجلس بالمطلق او ان نكون ضد المجلس بالمطلق، هذا واللي قبله. فبالتالي اذا احنا نبي نتكلم عن المجلس الحالي، اولا من جانب يجب ان نحدد معايير التقييم، اذا كان التقييم هو انجاز القوانين وان ان ان يكونون نشيطين في الجانب التشريعي، طبعا بشقين، ان تنجز القوانين وان تنجز بطريقه جيده، يعني تنجز بشكل جيد، فهذا معيار التقييم. هم محصلين فيه نسبه او درجه انا اقول مقبوله جدا. يبقى في الجانب الرقابه، الجانب الرقابي بمعنى تفعيل ادواتك الدستوريه و يعني محاسبه الحكومه بشكل خلينا نقول يفرض عليها يعني اداء معين. لكن تشوف جانب الانجاز جيد. انا اعترف بالجانب الرقابي المجلس مع كامل احترامي لشخوصه لا اراه ندا حتى هذه اللحظه للحكومه بصراحه. نعم فيه ناس مخلصين وانجز بعض الانجازات، لكن حتى لو كان هناك شخص يرغب بتفعيل بعض الادوات الدستوريه كاستجواب وغيره، نعم هم قاموا ببعض الاستجوابات، ولكن حتى الاستجوابات التي تسببت في استقاله بعض الوزراء ليست بالضروره يعني ماده الاستجواب هي اللي تسببت في استقالتهم، اكو عوامل اخرى. اوكي يعني انا قبل عوامل اخرى. نعم. دكتور تشوف انه فعلا المجلس الحالي من ناحيه الانجاز من ناحيه الانجازات هو جيد، ولكن يعيب عليه فقط انه ما يعني هذا الانجاز ما واكب القدره على الرقابه؟ لا انا اعتقد المجلس الحالي يعني يميل الى ان يكون مجلس استشاري اكثر من مجلس استشاري؟ نعم يميل ان يكون مجلس استشاري اكثر من مجلس امه. التشريعات اللي قاعد ياخذها هذا المجلس لا اللوائح التنفيذيه لم تنفذ. الحكومه تقود المجلس الى حيث شاءت. يعني لم نرى اي استجواب فعال، استجواب بمحاوله، استجواب قوي، لم نرى اي تشريع. خل اراعي الاستجواب لكن الانجاز ما شوف ان تسوي تشريعات. اول شيء الكل متفق ان الرقابه مفقوده بكل ما تعنيه الكلمه من مفقوده. الان احنا نتكلم عن التشريعات. التشريع في مجلس الامه دائما ما ياتي من الحكومه ودائما مشوه، حتى التشريعات اللي قاعد تخرج تخرج وتنفذ وتلو ثم ترجع مره ثانيه لمجلس الامه لتعديلها وتنقيحها مره اخرى. لذلك اعتقد ان من الناحيه التشريعيه هو نعم هو يشرع قوانين، ولكن كثير من القوانين ما يعادل 70% من القوانين اللي قاعد يشرعها ليس لها لوائح تنفيذيه، والمجلس لم يقوم في دوره في مراقبه الحكومه لتنفيذ هذه اللوائح. لذلك يعني لكن هو ادى دوره في الانجاز. هو ادى دوره من الناحيه التشريعيه الغير منتجه المشوهه مثل ما قلت لك، لان كثير من التشريعات اللي قاعد تاخذ مشوهه. نعم، والدليل ان قانون اسواق المال رجع مره اخرى للمجلس وعدل فيه كذا مره. ابو صالح شوف ان التشريعات في مجلس الامه فعلا مشوهه، وبالتالي هذا مجلس استشاري. شوف انا اعترض على الاجوبه المطلقه هذه. زين، يعني احنا لما نتكلم عن مثلا اجابه مطلقه تشوف هذه لا انا الاجوبه المطلقه عموما مو صحيحه، ما هي علميه. انت الحين اذا بتقيم على مستوى بسيط طالب
أخي الطالب عنده 7 مواد، تقول هالمادة سوى فيها زين، هالمادة ما سوى فيها زين. فالتقييم يجب أن يكون مفصل. يعني إحنا لما نقول مثلا القوانين مثلا على سبيل المثال مشوهة، طيب أي يعني 33 قانون كلهم مشوهين؟ أنا ما أبي أكون بصراحة أقول لك، أنا يوم كنت في المجلس وعضو ما كنت أتبنى دور المدافع عن المجلس المطلق. لا لكن أنت قاعد تتكلم لكن أنا أتكلم الحين يعني إحنا بنقيم أداءه، فعلشان نقول هذا المجلس يا بدرجة مقبول أو جيد أو جيد جدا أو ممتاز أو ساقط، إحنا لازم ما في تقييم دكتور علمي. بس أوضح وجهة نظري بس. زين، فأنا أقول نعم هو لما نحن نقول مجلس أنجز هذا من صميم عمله، هو اسم السلطة التشريعية. لا هو يقول لك تشريعات مشوهة، يقول لك هذه تشريعات هي مشوهة. يجوز بعضها. طبعا احنا التعاون ما بين الحكومة والمجلس هذا أمر محمود. أوكي. يعني ليس المقياس هو أن المجلس قوي أو غير قوي، أن دائما في حالة صدام، هذا شيء محمود. وأرجع وأقول الأمور نسبية، في بعض القوانين الحكومة تعاونت فيها، على سبيل المثال المراقبين الماليين. مراقبين الماليين هذا قانون مهم ويعزز الـ يعني الجانب الهدر، او عفوا يعني ما بيقول ان الهدر ما بهم بعد، انا احترم عقول المشاهدين، مشكله الهدر بالكويت قصه طويله عريضه يعني ما ادري منو يقدر يوقفها، لكن على الاقل هذا خطوه بهذا الاتجاه. اوكي انا راح اوقف على النقطه هذه. انا بس ودي اعقب على اخوي مبارك. هو قال الحكم المطلق، يعني كاني انا قلت احكام مطلقه. اي مطلقه انت قاعد كلامك، كلامك مطلق، قلت قوانين مشوهه. لا انا يرى ان كلام مطلق. لو لاحظت الكلام انا قلت يميل، ولم اقول انه مجلس تشريعي، هذا نوع ما فيه اطلاق، انه يميل هناك ميلان اللي كانه مجلس استشاري. نعم هذا كلامي واضح. قلت تشريعات مشوهه. نعم قلت هناك الكثير من التشريعات المشوهه، واعطيت مثال ايضا على هذه التشريعات. المراقب المالي لم ينفذ لحد الان كثير من القوانين لم تنفذ. انا لما تقول لي انا بسوي تشريعات، انا شنو فائده التشريع اذا انا ما انفذه على ارض الواقع والناس تستفيد منه والبلد تستفيد منه؟ اذا انا انفذه واطبقه ثم ارجع مره ثانيه وارده مره ثانيه ونفس الطريقه، انا شنو استفيد لما اشرع قانون وما احط له لائحه تنفيذيه؟ لذلك هذا التشوه هو هذا الدليل. لا تشوه، انا شو اول شيء هذا دليلك. لازم تكون واضحين. اولا مو انا جاي هنا ادافع عن المجلس. طيب ودافع بس قال لك عن رايك، عن رايك. ولا انا يعني متبني المجلس بالكامل واقول انه يعني اداءه هو اللي ماكو مثله. رقم اثنين، يعني انا مو في حاله سجال مع استاذي الدكتور، لكن احنا نقول يعني مو بالضروره نتفق على وجهه نظر ولا نقنع بعضنا، ولكن انا اقول حتى القوانين، هو القانون من ان يكون فكره الى ان يصبح قانون نافذ وملزم للناس يمر في دوره معينه، يكون مقترح ثم يحول الى اللجان ثم يقر في المجلس وتقبل الحكومه ثم يعني يصدر بما فيه لائحه التنفيذيه ثم يصبح واقع. بعض القوانين الحين القانون المراقبين الماليين ايش كثر صار له؟ اسبوعين من تم انجازه؟ اسبوعين. اي ف على كل حال الكلام معلش احنا ايش نبي نوصل؟ احنا هذا اسبوعين تبي يقر؟ معلش احنا مسكنا قانون ما صار له اسبوعين. انا قاعد اقول لك اتكلم عن مجلس، ما اتكلم لك عن قانون. احنا لما نتكلم عن مجلس نتكلم عن الشق التشريعي والشق الرقابي، ما نتكلم عن قانون بعينه. وقلت لك ان من ناحيه تشريعيه هو شرع، ولكن تشريع مشوه. انا ما بخست الناس حقهم، انا قلت المجلس شرع، وقلت ولم اقل مجلس تشريعي، انا قلت استشاري، قلت هو يميل للمجلس الاستشاري. انا لم اضع ترى متفقين. لا لا احنا متفقين في جزئيه. اذا احنا لو نتفق في هذه الجزئيات نتفق ان نحب بعض ونحترم. لا 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 احنا متفقين حتى بالتفصيل. لا بالتفصيل يختلف وياك. بس اوضح نقطه على اساس ننتقل الى شيء اخر. يعني احنا يعني فيما يخص اداء المجلس ككل، احنا مسكنا جزئيه التشريع. جزئيه التشريع حقق انجاز، انا قاعد اقول لك في 33 تقريبا قانون، هذا شيء يحسب، هذا شيء جيد للمجلس. بس طول بالك، اقول لك هي مشوهه، بس طول بالك طول بالك ما يخالف. بعض القوانين كان تم التعاون بين الحكومه والمجلس بشكل جيد، بعض القوانين لا، الحكومه كان موقفها سلبي. زين زين تحليلك تفصيلي، ليش ما انت تفصل كذي تحطه بعموميات ومثل ما يقول لك يا مبارك؟ يعني احنا انا متفق معاه مع الجزئيه انه في 33 قانون. هو ما يبي يتفق ان هذه القوانين فيها تشويه.
اكيد وانا قال جزء منها قد يكون معلش جزء وانا اعطيت ادله وعطيت ادله وقلت 70% وهذه بشهاده اعضاء مجلس الامه 70% من التشريعات لم يخرج لها لائحه تنفيذيه. انت شلون تشرع وانت حكومه ويروح لك القانون ما تسوي له لائحه تنفيذيه؟ طبعًا. وين قاعد انت ديرس؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه وقلت لك فيها قوانين شو مشوهه لان تخرج وتطبق ثم تختبر على ارض الواقع ثم ترجع مره ثانيه. شو معناها؟ انا اتفق وياه ان في قوانين قاعده تشرع لكنها تشرع بصوره مشوهه. بصوره مشوهه بمعنى ان اذا كانت الكلمه مشوهه هذه اثرت نوعا ما، ولنفرض ان قوانين تشرع ولكن بصوره ناقصه وليست بالطريقه اللي تنفع البلد وتنفع الحكومه. زائد بالاضافه انا ازيد على كلام الدكتور، اتفقت وياه الحين الحين ازيد على هذا الكلام ان قد يكون بعض القوانين بحاجه الى اعاده نظر او انها يعني كانت يفترض أن تكون أقوى من حيث إضافة جزئيات معينة، ولكن من ناحية أخرى بعد أنا أضيف على هذا الكلام، إحنا عندنا مشكلة مزمنة مع الحكومة زين، هي البطء الإنجاز في كل شيء. حتى يعني أنا أتفق وياه في قضية اللوائح التنفيذية، في مجموعة من القوانين تتأخر الحكومة بشكل يعني غير طبيعي. وأنا أتذكر يمكن مقالة الأستاذ جاسم بودي في افتتاحية الرأي لما نتكلم عن أحد القوانين ان تاخر يعني صدر القانون اليوم لائحه التنفيذيه يمكن تاخرت كذا سنه زين، فهذا احنا ما لا امر لا يمكن الدفاع عنه. لكن احنا ايش نبي نوصل له من هذا النقاش؟ ايش نبي نوصل له من هذا النقاش؟ نبي نوصل الى نقطه والجواب عن نقطه معينه، ان هناك مساحه من الاستقرار. يفترض ان كل الاطراف تعتبر هذا الاستقرار رافع لها ومنصه انطلاق ناحيه الانجاز. الان الإنجاز منوط بمن؟ منوط بالمجلس والحكومة. المجلس هناك يعني نسبة من الإنجاز وهناك عليه مؤاخذات وكذلك الحكومة. أنا بس على السريع لأن حطيت أنا كنت بعض النقاط بغيت توقعت أن تسألني هذا السؤال. مثلا على سبيل المثال جهاز المراقبين الماليين قانونهم إلى حد ما الحكومة كانت متعاونة، طلبت إزالة بعض الأمور ولكن بالنهاية يعني إيه إعادة بعض الصلاحيات للديوان المحاسبة، كانت بعض القوانين مثل مكافأة نهاية الخدمة، التأمين الطبي للمتقاعدين، البديل الاستراتيجي، في بعض الدستورية. الأمور في بعض الأمور تعاونت قوانين جيدة. هذه قوانين جيدة بس أبو حسين ترى إحنا ما قاعد يعني عشان لا بس أنا اللي بوصل له عشان المشاهد لا يفهم غلط يبقى إحنا ما قاعد ندافع عن الحكومة المطلق ولا قاعد ندافع اللي بوصل عن المجلس. أنت قاعد تتكلم على الإيجابيات اللي موجودة فيه، قد في سلبيات وإيجابيات على المشهد العام بشكل عام. هذه قوانين اللي تفضل فيها صالح قوانين جيدة، يعني قوانين يعني تصب الرقابة تصب في لمصلحة المواطن. شلون تقول باستشارة حتى مدينة الحرير مدينة جيدة، وحتى المركز مالي شيء جميل، وحتى يعني كل هذه المسميات احنا ما تفيدنا. انا ما ابي مسميات، لا تعطيني مسميات، انا ابي ارض واقع. المجلس هذا شنو انجز لي على ارض واقع؟ شنو انجز لي وانجز لك وانجز؟ هذا ارض واقع القانون، هذا ارض واقع. ما في ارض واقع. ليش ما في ارض واقع؟ ما في ارض واقع. القوانين كلها قاعد نتكلم الان نقول لك 70% من التشريعات ما لها لوائح تنفيذيه. يعني ابو صالح ترى الاقرار قد لا ينفذ، يعني هذا انا شو استفيد لما احط لي اقول لك والله انا راح انجز مدينه الحرير؟ شنو استفيد منها؟ وشنو استفيد لما اقول لك انا شنو الكويت راح تكون مركز مالي؟ شنو استفيد منها؟ هالحكي هذا انا ما ابي. انا ابي لما اشرع قانون انا شنو استفيد من تشريع قانوني ما له لائحه تنفيذيه؟ شنو استفيد؟ انا شنو استفيد من تشريع قانوني ويروح ويطبق وياخذ فتره معينه ثم يرجع لمجلس الامه؟ شنو فايدته؟ هذا السؤال. تفضل ذكرت نقطه مهمه انه حتى لو يقر ادري بس الحين احنا قلنا وجهه نظرنا. انا الحين بس وجهه نظرنا بس والمجلس الاستشاري نعم هو يميل للاستشاري، ترى هذا واقع. لان انت شنو شواهدك؟ انا راح شواهدي بالتالي. مجلس الأمة عندما يكون مجلس أمة رقابي 100% تجد هناك كتل. المجلس الآن هو مجلس يميل الاستشاري، ليش؟ لأن هناك فردية في العمل. لا يوجد أنت لما تحط لك مجلس استشاري لا يوجد فيه كتل، كل واحد يجتهد بحاله وكل واحد ينفذ على حسب. في تنسيق؟ ما في تنسيق، هو ما في تنسيق الآن. أنا ما شفت تقريبا هو تنسيق. تنسيق ممكن يكون تنسيق مصالح، ممكن يكون تنسيق او تنسيق يعني انا ما شفت كتله معينه نسقت تنسيق معين، ما شفت كتلتين نسقوا مع بعض. هذا العمل البرلماني، هذا العمل الرقابي. انت عندما تفقد الكتل داخل البرلمان انت فقدت القوه الطاقه للمراقبه. هني هذا الكلام. لكن انت لما تحط لكل عضو بروحه هذا شلون بيسوي ضغط على الحكومه؟
هني هذا الكلام اللي نتكلم هذا 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 الجزء، هذا نوع من العمل الاستشاري. المجلس الاستشاري هو مجلس افراد ياتون من الشعب، وكل واحد ينفذ ويراقب ويسال وايضا يطرح قوانين بروحه. لكن العمل البرلماني الحقيقي هو كتل في مجلس الامه تنسق مع بعض، عندها اجندات معينه. احنا شفنا كتل سياسيه في المجالس السابقه، شفنا كتله سياسيه تتبنى حمايه المال العام، شفنا كتل سياسيه تتبنى مثلا ان المجلس قائم يعمل في الحال. شوف هو بيعمل، هو اكيد راح يعمل، راح يحضر جلسات وراح يحضر لجان، ما حد ما راح طبعا اكيد يعمل. انا ما يهمني انه يحضر ولا ما يحضر، انا يهمني هل الدور المنوط فيه في التشريعي والرقابي قام فيه على الوجه الاكمل ولا لا. لما تعطيني لما تعطيني مشاريع مشوهه، ولما تعطيني مجلس يميل الاستشاري، انا شو استفدت من العمل البرلماني؟ اول شيء فيما يخص السؤال كيف تقيم اداء المجلس، انا جاوبت وما عندي اضافه ثانيه، واعتقد جوابي واضح. ويعني انا احترم عقول المشاهدين وهم يقدرون يقيمون، وما ابي ادور والف في نفس الجواب. لكن انا اشوف المفقود مو قضيه المجلس، يعني المجلس والحكومه، المساله اكثر من هذه في ذهن المواطن، اللي هي الفاعليه السياسيه، الفاعليه الاداريه، هذا هو المفقود. طبعا احنا اذا بنقيم هذه المرحله، يعني من السذاجه ان نقيم هالمرحله بعيدا عن المراحل السابقه، احنا اليوم امتداد لما حصل في السابق. أوكي. وهذا الامر ما ابي افصل فيه، لكن احنا اليوم يجب ان نركز، ويجب ان ينطلق هذا من الشارع ايضا. مثل ما احنا سابقا، احنا مشكلتنا اليوم التيارات السياسيه الى حد ما ضعفت كفاعليه، يعني ان تحرك القضايا العامه. وصار يعني نوع من خلينا نقول المجاميع الشبابيه وغيره، لكن عموما الشارع السياسي كانما اصبح وحتى مزاج الناس. اسمح لي بس انا بقول لك لا لا وياك انت لان قاعد تذكر انت قاعد تذكر كلمه مهمه. انت قاعد تقول كفاءه التيارات السياسيه وجودها فاعليه اللي هو قالها ان مجلس الامه، بربطها باللي قاله الدكتور ان الفاعليه عدم وجودها في المجلس الحالي وعدم وجود تكتلات، لان اليوم في عزوف من التكتلات السياسيه او الكتل او التيارات السياسيه عن المشاركه. أدري. هل هذا هو اللي ادى الى المرحله اللي انت قاعد تتكلم عنها؟ بس احنا لما نشخص يجب ان نشخص بشكل صحيح عشان نوصل لنتيجه. زين؟ احنا لازم نعرف شنو اللي قاعد يصير بشكل جيد عشان نفهم شلون ندفع الامور. أوكي. من خلال والخلل في الحال. زين؟ احنا يبقى عندنا مشكله مجتمع ككل، يعني احنا عندنا مشكله مجتمع، هو احيانا مو هو احيانا هو ايضا ساهم بافرازه، يعني وضع سياسي اللي احنا قاعد نعيشه، هذا الوضع مشترك فيه الاسره الحاكمه، مشتركه فيه الكثير من مراكز القوى الاقتصاديه والاعلاميه والسياسيه، وقصه طويله عريضه بالاضافه الى الموروث، موروث الفساد وموروث الترهل الاداري والحكومي وغيره. فاحنا لما نبي نحاكم هذه المرحله لازم نعرف نبي نوصل وين، نبي ندفع الامور وين. انا اقول احنا محتاجين اليوم ان نبحث عن الفاعليه. الفاعليه في يوم من الايام، في يوم من الايام هناك ملفات مهمه حركها الشارع، يجب ان يتحرك الشارع بنفس اسلوب مغاير عن اللي صار في السابق، لان الان الاسلوب اللي مع كامل احترامي وتقديري للمعارضه او الاغلبيه السابقه، يعني الحكم يعني واضح ما نبي نعلق. زين؟ فاحنا يجب ان نخترع شيء جديد او ان ننشئ شيء جديد بمعنى اخر. احنا نجي حق الملفات المهمه. الدكتور ذكر قضية جدا مهمة في بداية كلامه اللي هو موضوع الأسرة وخلافات الأسرة. طيب في مراحل سابقة في تاريخ الكويت كان لأهل الكويت دور، نعم نعرف احنا دستوريا ان الصلاحيات منوطة بسمو الأمير، لكن حتى سمو الأمير يستمع ويأخذ ويتبادل الرأي مع شعبه، فبالإمكان هذه قناة نساهم في حلحلة الأمور في هذا الموضوع، وهذا موضوع استراتيجي. مجلس حكومة وكذلك مجلس حكومة، يعني انت الكلام اللي قاعد تقوله ابو صالح يعني على ارض الواقع قد يكون مستحيل تطبيقه. شلون ليش مستحيل؟ ايش بتحط انت؟ بتصلح مجتمع؟ ما تقدر تصلح مجتمع. لا لا بلا، هذا دورنا يا عزيزي. دورك اي بس دور في مجلس امه وفي دور حكومه، هو هذا دور. نعم نعم نعم، دور اول شيء المجلس الحالي انا يعني سيحصل له مثل ما يصير في البورصه يسمونها حركه تصحيحيه. زين؟ سيتحسن، يعني طبعا مع كامل احترامي لهم جميعا، ولكن هناك احصائيه طلع يعني خرجت ان هناك مجموعه من النواب، مع كامل تقديري واحترامي يعني ما احب اني انتقص من احد، هناك احصائيه ان من يوم جلسه القسم الى يمكن مضي اكثر من لليوم الحالي مجموعه نسبه لا يستهان فيها من النواب بس اقسموا وليومك ما تحكوا.
طبعا هذا يؤثر في أداء المجلس، وهذا شيء يحسب ضد المجلس، فراح يتحسن الأداء بإذن الله. هناك مجموعة فاعلة نحترمها ونقدرها والناس كلها تعرف منه هي زين، وربما كثير من الإنجازات والمشاريع هي هم دينهم قلة، هم قلة ولا عددهم جيد؟ يعني خلينا نقول إذا وصلوا إلى أو ما بيقول نسبة عشان لا نسبة زين أتهم عشان أتهم بإهانة أحد. أنا اللي بقوله إن الانتخابات أيضا جاية، والناس هي بالنهاية تجارب تقيمها وتحسن الطبيعي، لكن الانتخابات جاية والناس راح تقيم هذا المجلس وتحسن من اختيارها، وبالتالي تكون عندك مخرجات أفضل بإذن الله. لكن أنت قاعد تتكلم عن عمر دولة، العمر الدولة الأمور ما تنجز بشهر وشهرين، هذا طبيعي، وحتى مزاج الناس وخلي نقول تقييم الناس هم يأخذ له مرحلة عشان يحكم على هذا النائب او على هذا التيار او على هذا يعني المجموع، انه يوقف معه او يوقف معه، المواقف تتبدل. الخلاصه نحن الان في مسيره، هذه المسيره يجب ان تصحح. المشكله فيها مو فقط ان احنا نحط لنا فوكس على المجلس، لا اذا احنا ما ننشئ خلينا نقول حاله عامه في الكويت، وهذا مسؤوليه كبيره وضخمه، إذا ما نتساعد فيها كلنا تيارات وأفراد وناشطين وما إلى ذلك، فبالتأكيد راح ندور في حلقة وفرقة. يعني تشوف الحالة العامة لدي الشارع السياسي. أنا اللي بقوله أن المشكلة أكبر من موضوع مجلس، هذا اللي بوصله. المشكلة أكبر من موضوع، إحنا نقدر نفرض، حتى إحنا كشارع نقدر نفرض الإصلاح حتى على الحكومة، ولكن يجب أن ننتخب الأسلوب المفاعل. أنا راح أكمل معك دكتور في قضية يعني أيضا الإصلاح وأيضا ما يحدث أيضا في مجلس الأمة، لكن بعد هذا الفاصل. جديد مشاهدينا الكرام، دكتور مبارك، يعني احد الاخوه في الاخ عبدالله نصار بتويتر رسال لك مساء الخير مساء النور، ان لم يكن للمجلس انجاز يكفيه قانون تمكين المواطن للمحكمه الدستوريه، ام محاوله تشويه انجازات المجلس هي دغدغه مشاعر؟ يعني البعض يحاول دغدغه مشاعر من ناحيه تشويه انجازات هذا المجلس. انا ما عندي احد ادغدغ مشاعره ولا لي مصلحه ورا احد عشان ادغدغ مشاعر، هذه اول نقطه. لكن انا هذه رؤيتي، ممكن تتفق وياها او ما تتفق وياها. الذهاب للمحكمة الدستورية وإعطاء إنجاز مثل المحكمة الدستورية، أوكي، هل أنت حاط مجلس أمة علشان، وأنا وضعت النقاط على الحروف وقلت لك أنا هناك قوانين لم تنفذ لوائحها، هناك قوانين رجعت، يعني أجوبتي أنا لم أتكلم بدون دليل، الأدلة كانت والشهادة كانت أيضا من مجلس الأمة، يعني وبكل الأحوال يعني لكل وجهة نظرة، يعني إذا الواحد بيحكم على مجلس أمة كامل وإنجازه في قانون واحد. أنت البعض كان أيضا يتكلم يعني يقول لك مجلس الأمة، وكان دائما يقول لك مجلس تجار، تشوف هالكلام هذا مبالغ فيه؟ ما تشوفها ايضا مبالغات مجلس؟ لا، مجلس التجار نعم هو التاثير التجاري في المجلس هذا بلا شك، يعني والاستقرار، لا هو في قوه عاده، قوه مؤثره على المجلس، ولكن الفئه التجاريه اثر اكثر في هذا المجلس. دائما في الكويت كفتين، الاسره والتجار، هناك صراع سياسي، خلينا نكون واقعيين، تاريخيا موجود. كل ما ضعف الوضع في الاسره كل ما قوى الوضع عند القوه التجاريه. الان الاسره ملفاتها مفتوحه وملفاتها لم تغلق، والاسره في حاله صراحه يعني كل الكويتي في الصح. لا قاعد اتكلم، خلينا نتكلم بوضوح، يعني ما عندنا احنا شيء موضوع، بس ما له علاقه. لا مجلس امه الحين هو اللي عنده تشريع، هو اللي بيده. تاريخيا كفه التجار وكفه الشيوخ، متى ما قوت كفه الشيوخ ضعفت قوه التجار، كلما قوت كفه التجار ضعفت كفه الشيوخ، هذا امر محتوم والتاريخ يشهد في مواقف. هذا في بدايه حياه سياسيه، لو عندك تيارات سياسيه عندك منو الان التجار ياثرون، الان التجار مؤثر احد القوى السياسيه، الان رئيس مجلس الامه منو تابع للتجار، القوه التجاريه هي تقريبا هي المؤثره في رئاسه مجلس الامه، حتى الكتل السياسيه مع احترامنا لها ما كان لها دور في تنصيب اي رئيس مجلس امه، اللهم احمد السعدون بتوافقات حكوميه وتوافقات حزبيه، لكن الان صار لنا حوالي 20 سنه 25 سنه القوه التجاريه هي اللي تنصب رئيس مجلس الامه، شئنا ام ابينا هذا وضع موجود. بس شو الحل؟ قاعد اقول هل بالتالي دكتور، هل فعلا غياب المعارضه عن المشهد السياسي خلانا اليوم نوصل للمرحله؟ هي شوف
الأسرة يجب أن تكون رمان توازن بين التجار وبين القوة السياسية وبين الشعب. الآن الأسرة ما عندها القوة حتى تكون رمان توازن في أطياف الشعب. الآن الأسرة عندها مشاكلها اللي قاعدة تئن منها. إحنا ككويتيين نبي هالأسرة تصير قوية. قوة هذه الأسرة من قوة الدولة. هو النظام السياسي في الدولة قائم على تقريبا كله تقريبا قائم على قوة هالأسرة والدستور طبعا. هذا توازن موجود، سمو الأمير الله يحفظه موجود، القوة على فرض سمو الأمير عسى الله يحفظه هو ربان هذه السفينة وهو طبعاً. قائد هذه الأسرة. لكن إحنا لكن أنا أقول لك تيارات اليوم، هل غياب التيارات السياسية أدى اليوم إلى هالوضع هذا؟ هناك قوة سياسية داخل الأسرة، هناك أجنحة داخل الأسرة. يعني الحين ماكو مجلس سمة ومجالس، هذا ماكو، بس الأسرة عندك. أنا قاعد أقول لك، قاعد أقول لك الأسرة هي المرتكز الأساسي للنظام السياسي في الكويت. أوكي، ما في غيرها؟ لا، فيها قوة التجار. قاعد أقول لك القوة السياسية موجودة، التجار موجودين. شنو دور القوة السياسية اليوم؟ القوة السياسية هي اللي ضعفت نفسها في المقاطعة، وقلنا هذا الكلام، وضعفت الآن، هي قاعد تحاول ترجع في الانتخابات القادمة. وقلت لو كانت موجودة، لو كانت موجودة المجلس كان حالها أفضل. نعم، لو كانت موجودة المجلس حالها أفضل بلا شك، بلا شك. بعد يقول إحنا أقل ما فيها راح يكون عمل منظم. إيه، بس يقول لك إحنا البعض يقول لك المعارضة لما كانت في المجلس استجوابات وتأزيم، ما تأمنية وقفت على عهده. لا، شوف أنت لما تتكلم عن تأزيم غير لما تتكلم عن عمل منظم وعمل يكون فيه أخذ وعطى. لكن أنت الآن يا أما أنت تبي تأزيم أو تبي مجلس يمل الاستشارية. وقلت لك الآن المجلس الحالي، شوف أنت تتكلم عن تأزيم، المجلس الحالي الآن صار عنده ثقافة ضعفت الرقابة على الوزراء ورقابة الوزراء ضعفت على الوكلاء. الآن هناك وكلاء وهناك رؤساء مجالس إدارات شركات وهناك داخل الوزارات ما يردون على الوزير، ما يرد الوزير أساساً. يعني وإذا كلم الوزير يستمد قوته هذا؟ قاعد أقولك ما يرد على الوزير. من وين يستمد قوته؟ من الوزير، منو اللي ما يرد على الوزير؟ يرد على المتنفذين من الخارج. أوكي، خلني بس أكمل لك. أنا ما كملت. الآن هذه السنة القير حميدة والسنة السيئة اللي سنتها بغياب الرقابة على الحكومة، الآن الحكومة قاعدة تعاني منها داخل إداراتها داخل وكلاءها. الآن وزراء بيحاولون يصلحون في الوزارة، الوكلاء ما يرد عليه، رئيس الشركات ورؤساء الشركات ومجالس إدارة الشركات ما يردون عليهم. إذا كلمهم يقول كم عودة عندك بالحرف الواحد، يقول حق الوزير أصلاً ما عندك أصلاً مجلس يراقب، يقولهم أنا مسائل سياسيين أمام المجلس. يرد عليه الوكيل أو رئيس الشركة يقول أنت أصلاً من قال لك عندك مجلس؟ خلني بس أكمل بس بس آخر فقرة بس آخر فقرة يقول له ما. فهذه عدم الرقابة ضعفت الهيكل الإداري للدولة كله، أصبح ما في رقيب على الهيكل التنفيذي للدولة كله. هذا اللي إحنا ما نبيه. أوكي، وصالح لك تعليق. يعني أنا الحين بوجه كلامي للشعب الكويتي، يعني الرأي العام الكويتي اللي قاعد يشوفونه، يعني أنا أستحلفكم بالله بالذمة، المعارضة السابقة كانت معارضة لو كانت داشة كان تنظم العمل، وإن هي يعني كان أدائها أداء إنجاز. اسمح لي بحسين، أنا مو بالضرورة، إحنا بالنهاية اللي بنقنع الناس ما بنقنع نفسنا، بس قاعد أقول لك رأيي. ما يخالف وجهة نظرة، وأنا لي وجهة نظرة ثانية. المعارضة السابقة أول شيء يصح أن نسميها معارضة؟ أرجوك، يعني احنا انا في يوم من الايام احد اقطاب المعارضه، او خلينا نقول لا مو اقطاب المعارضه، المؤثرين جدا في المعارضه والمنظرين للمعارضه. انا اتذكر مره شفته بالصدفه وسالت عن المعارضه، قال لي اصلا من الظلم ان نطلق على المعارضه في الكويت اسم معارضه. معايير المعارضه حسب وجهه نظره غير موجوده، اكو مجاميع سياسيه يا عزيزي. المعارضه السابقه وغير المعارضه السابقه هي مراكز قوى تبحث عن نفوذ وعن مصالح لها لذاتها، لمحازبينها، لمن يرون القبيلة أو غير قبيلة أو تيار أو ما شاءوا. زين، قاعد يبحثون عن قوة داخل هذا البلد، وهذا البلد غني ومقبل على الله أعلم، يعني قاعد يبحثون لهم عن موقع في المستقبل. فبالتالي يعني جريمة بحق عقلنا صراحة ومنطقنا أن نقول أن المعارضة السابقة لو كانت موجودة زين لتنظم العمل السياسي. أصلا إحنا يوم كنا في المجلس والله العظيم في أعمال في اللجان متراكمة لعدة سنوات لم تنجز. فالخلاصة أنا ما بي حقيقة أفصل في هذا الموضوع. أنا إحنا شو نبي نوصل حق الناس أبو حسين بعد إذنك؟ هل إحنا نبي نوصل لهم أن الوضع في الكويت ميؤوس منه؟ لا، الوضع صعب، بس لازم يعني هذا العقل في بارقة أمل، يعني لازم احنا نخلق بارقة الأمل، مو إنه فيه. نعم، احنا لازم نخلق. انزين، هذه بارقة الأمل من وين تي؟ مداخل الإصلاح من وين تي؟ عندنا مجلس، عندنا حكومة، احنا غير راضين عن أدائهم. انزين، العنصر الثالث منه؟ العنصر الثالث الناس، احنا ايضا يجب ان يكون لنا دور.
وانا لما اقول الناس اكو محاولات على سبيل المثال وبشكل موجز حركه التوافق او تجمع التوافق اللي هو يوسف النصف الله يطول في عمره الوزير السابق ومجموعه ايضا ويا عبد الوهاب الوزان وهذا التجمع مالهم ويوسف الجاسم وغيره حاولوا ان يجمعون التيارات السياسيه في ديوان النصف واجتمعوا ما يقارب 6 أشهر 7 أشهر هذه محاوله الاختراق وحاولوا يخرجون بشيء ولهم رسائل مع السلطه أوكي. ومع الحكومه مع الجس. انا اللي بقوله أوكي. احنا ايدنا ما هي مغلوله احنا كناس احنا مو الامه مصدر السلطات احنا نستطيع ان نفعل شيء وعندنا نموذج الان المعارضه السابقه وان كنا نعترض على كثير من اطروحاتهم لكن استطاعوا ان يحركون الشارع ويفرضون جوهم نعم هم بسوء تدبيرهم يعني ما حصلوا انتاج اللي يبونه لكن الشارع يستطيع ان يحرك الامور بالاتجاه الصحيح ممتاز. يجب ان نشخص صح ويجب ان نتحرك بشكل صحيح انا بس خليني اوضح نقطه جدا على اساس ما تخيب عن احد انا ترى ما امدح احد القضيه مو قضيه مدح لا انت قاعد تحلل انا قاعد احلل وضع سياسي حالي ومو بالضروره اني اربطه مع مجلس سابق ولا اغلبيه ولا غيره الوضع السابق هو امامي وانا قاعد احله اما البحث عن النفوذ اعتقد ما فيها عيب ان الواحد يبحث عن النفوذ، الاخ مبارك ينتمي للتيار وهم كتيار يبحثون عن النفوذ ووضع سياسي وفي احدى الانتخابات اللي نجح فيها الاخ مبارك كان لهم مرشح في كل دائره. يعني هذا وضع طبيعي يعني انت تبحث عن النفوذ كل كتله معينه وضع طبيعي هي تبحث عن النفوذ يعني ما هي مسبه ولا هي عيب ان الواحد يبحث عن النفوذ حتى على مستوى شخصي عيب انك ما تبحث لك عن النفوذ وعيب انك ما ترتفع. كان هو يقول لك ان هالمعارضه كانت ستقود عمل منظم داخل المجلس ان فقدنا العمل المنظم داخل وهذا كان نقطه اعتراض في هناك حامي بعد الله عز وجل هو سمو الامير من يحاول ان يتجاوز الخطوط الحمراء هناك ابو الجميع ابو الـ ابو الـ البلد كله وهو الراعي لهذه الامور هو يستطيع ان يقف، اما ان انا اقول هذا بيبحث عن النفوذ وانا ببحث وفلان وهذا بيبحث عن النفوذ، اعتقد النفوذ مشروع الى ان يصل الى المحرمات الدستوريه اللي كلنا نعرفها، فهذه بس اللي بقيت اوضحها. الان يعني احنا اليوم صارت عندنا ازمه سياسيه بالكويت، يعني كانت مشكلتنا الصوت واحد واربع اصوات. البعض يعني صحيح ان البعض يقول لك لا ان الشعب وهذا حسمتها المحكمه الدستوريه. لكن اليوم اذا احنا بنقارن السؤال صالح اسالك اياه وبعدين راح اقول حق الدكتور هل احنا الصوت الواحد اليوم يعني سوى لنا نوع من النقله انجاز مثل ما تقول شوف الحديث نقدر نقيمه الحديث عن تغيير النظام الانتخابي الصوت الواحد الان يعني هو وهم كبير انه يتغير النظام الحالي علشان لا اقول كلمه هراء زين فاليوم الصوت الواحد اصبح واقع هو واقع لا لكن هل جيد تغير في الوقت الحالي جيد ولا لا طبعا بلا شك هو خلق ثقافة جديدة وخلق معادلة سياسية جديدة تماما شنو هي المعادلة أولا مكن كل واحد بدأ يتمثل بقوته هو سواء كتيار كمجموع كفرد ما صار في هذا النظام اللي أنا أنجح أسحب وأسحب ناس معي خلاص كل واحد قام يقول نفسي نفسي وبالتالي خريطة التحالفات السياسية تغيرت وبالتالي ايضا المعادلات السياسيه في الكويت تغيرت بشكل واضح ونظام الصوت الواحد انا من وجهه نظري نقل الكويت سياسيا من مرحله الى مرحله هذا بنظري شيء لا يحتاج ان ندلل عليه دكتور زين صوت الواحد ولكن يجب ان لا نقف عند هذا النقطه بس انا صوت الواحد شوف. فعلا تشوفه جيد من ناحيه انتخابيه هو جيد بحيث انه اعطى للجميع المشاركه يعني هناك اقليات اصبحت تنجح في هذا المجلس في مجلس الامه عن طريق الصوت الواحد السابق ما كانت والسبب مو بالصوت الواحد بس السبب في توزيع الانتخابي انا لما احط الدائره الرابعه 105000 واحط الدائره الخامسه 120000 واحط الدائره الثالثه 30000 هذا نظام انا من وجهه نظري مشوه وقلتها في كذا هذا نظام عنصري النظام الحالي في توزيع الدوائر هو نظام عنصري بحت ضد ابناء القبائل لنكون واقعيين يعني خلينا نسمي الامور مسمياتها فجاء الصوت الواحد واعطى الاقليات القبليه اللي موجوده في هذه الدوائر الفرصه واعطى ايضا لبعض الاقليات الموجوده في الدوائر الاخرى الفرصه في النجاح ولكن رسخ ثقافه جدا سيئه وللاسف المقاطعه يعني من حيث تعلم او لا تعلم المقاطعه ساعدت في هذا الوجود وهو قيام العمل المنظم داخل مجلس الامه لم يعد هناك عمل منظم، اصبح هناك عمل فردي، لذلك من ناحيه الانجاز
والرقابة داخل مجلس الأمة أعتقد أنها ضعفت، ولكن من ناحية انتخابية هي بلا شك أعطت أطياف أخرى من المجتمع لقدرتها على المشاركة والانتخابات بسبب توزيع الدوائر الظالم والجائر. وجهة نظر يعني أنا للحين ماني مستوعب شنو علاقة يعني المعارضة السابقة في أن يكون العمل منظم داخل المجلس. أنا للحين ما فهمته. اذا كان المقصود ان راح يصير في لا ما في وقت اكمل وجهه نظري بسرعة بس انا ما في واحد يسال سؤال عشان يبي يطرح شيء اي لا بس اي زين رجال انا وقت انتهى اي لا ما هذا ما له علاقه هذا ما له علاقه انا اللي ابي اوصل له وان شاء الله تكون هذا يعني اذا ما كان في وقت هي الخلاصه انه يبا احنا العمل السياسي هو مراحل ونحن الان في مرحله فيها شيء من الايجابيه وفي ما زالت هناك الكثير من السلبيات علشان نطلع باتجاه المرحله القادمه اقوى وافضل واحسن خصوصا في ظل يعني الوضع الاقليمي الساخن والمضطرب احنا يجب ان نلتف حول بعضنا ونخترع او خلينا نقول احنا نخلق واقع جديد يضغط على جميع الاطراف في الاصلاح ومو بالضروره ان كل شيء يعني نستنسخه ان من تجاربنا السابقه يجب ان ننشئ شيء جديد والشارع والناس والتيارات والافراد مستقلين وغير مستقلين يملكون هذه الفرصه. دكتور ابي اختم معك اي الاخ مبارك يسال يقول انا ماني فاهم شلون النظام السابق او شلون المجالس السابقه كان فيها عمل منظم والمجلس انت عندما تكون هناك كتل تستطيع ان تتواصل بين هذه الكتل وتستطيع ان تعمل برلمانيا ورقابيا وسياسيا بصفه احسن. الاخ مبارك الان ينتمي الى تيار لا انا اقصد شلون المعارضه اذا دشت راح تنظم العمل. لا قاعد اقول لك انا مو ما قلت لك المعارضه قلت لك لا الاغلبيه السابقه تحديدا مو الاغلبيه اشخاص انا ما اتكلم عن الاغلبيه انا اتكلم عن طبيعه عمل الاغلبيه تروح وتجي اغلبيه غيرها هي القضيه مو قضيه اشخاص بي 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 الان الاخ مبارك يعرف عمليه التنظيم هو ينتمي الى تيار سياسي منظم يعلم لما يوصل جزء منهم ثلاثة أربعة خمسة داخل البرلمان يقدر وهناك تيار آخر يصير في تنسيق يقدر يصير تنسيق اختاروا المقاطعة خلني بس أتكلم خلني أنا ما أقول لك عندهم أنت تسأل عن انتهى الوقت لا بس خلني كمل نقطة انتهى الوقت الآن تفضل بسرعة هو يسأل لذلك أنت لما تكون عندك تيارات معينة ورؤى معينة متفقة ثلاثة أربعة خمسة مع بعض ويتفقون حول رؤى هذا العمل منظم ولكن 50 واحد كل واحد له رؤية هنا العمل إذا ما له علاقة وجود المعارضة السابقة في تنظيم الوضع الحالي كل الاشخاص الاخ مبارك عنده ازمه من الاشخاص لا ما عندي ازمه عند شخص الاخ مبارك كل ما تكلمنا قلت المعارضه ولا لا انت كذا قاعد تجي عليهم شو اسوي انت ما له علاقه انا ما ضربت انا ما قلت لك كمثال انت اللي قاعد تجي عليهم لازم انت تربط النقاط بالاشخاص لا احنا سلمك الله ماكو ربط ما بين المعارضه الحين وضح النقطه ان ما في علاقه بين المعارضه السابقه دخولها في المجلس الحالي ما له علاقه بالاشخاص خلاص الكلام ما له علاقه بالاشخاص الكلام عن طريق العمل المنظم ممتاز. بس هو انا ما قلت الكلام هذا هو اللي تقوى انت قاعد تقوى هو اللي عنده مشكله وعنده حساسيه يعني انا هكذا فهمت زين والحين دام وضح انا اعتذر وجيد وصلت النقطه عضو المجلس المطلق شيلت حساسيه من المعارضه السابقه انا ايضا دكتور مبارك الغالي مشكور لحضوركم معنا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقه لكم من أطيب المنى وإلى اللقاء.